السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. مبروك النادي الأهلي، هارد لك نادي بيراميدز. ولكن اللقاء ده النهاردة حقف عنده كتير، قلت إن ده لقاء مصيري للنادي الأهلي وبيراميدز. قلت امبارح كده. وليه قلت كده؟ قلت لأن بيراميدز دي بطولة عايز يتوج بيها، لا البحث عن نتيجة لمشروع بيراميدز خلال السنوات الماضية. النادي الأهلي في احتياج بطولة، النادي الأهلي بيقترب من الدور النهائي، عنده بتروجيت المباراة القادمة، وكل الاحترام طبعا لبتروجيت، ولكن أكيد في فروقات كل حاجة في الكرة واردة، ولكن الأقرب هو فوز النادي الأهلي والصعود لملاقات نادي الزمالك في النهائي. طيب النهاردة إيه المباراة؟ عنوان المباراة النهاردة إيه؟ المباراة النهاردة تديك عنوان مهم جدا بنقوله بقالنا سنين وبنفكر فيه، وهو إيه؟ ألخص لكم القصة. الأهلي عنده سر الخلطة بمنتهى الصراحة، يعني محدش يقول لي بقى أي حاجة غير كده. النادي الأهلي تحية لسامي قمصان، وسامي قمصان عدى بالمركب، وسامي قمصان مدرب كويس، ولعبت كل الكلام ده تمام. ملخص القصة إن سامي قمصان النهاردة هو المدير الفني للنادي الأهلي، إن اللعيبة اللي موجودة هي لعيبة النادي الأهلي، اللي كسب النهاردة هو النادي الأهلي. هو سامي قمصان أفضل بكثير النهاردة من تكيت جونياس؟ ممكن نسبيا، ولكن عشان هو مدرب النادي الأهلي. لعيبة النهاردة الأهلي أفضل من لعيبة بيراميدز؟ لعيبة الأهلي مجهدة، مش في أفضل حالاتها، لعيبة كتيرة جدا خارج نطاق الخدمة، ولكن الأهلي وهو مش في حالته عنده سر الخلطة، إنك تستحوذ وتلعب وتهاجم والأهلي يكسب. نظرية غريبة جدا. النادي الأهلي النهاردة لعبته في أضعف حالتها، إجهاد شديد جدا، إجهاد رهيب جدا، استحواذ رقم فلكي 30% حاجة و30 حاجة و60، وفي الآخر الأهلي بيكسب 2 وممكن كان يزود نتيجة، والهدف الأخير خطأ الشناوي وضربة الجزاء. إذن سر خلطة الأهلي وسر قوة الأهلي هو الدافع اللي موجود النهاردة بنسبة 100% عند لعيبة النادي الأهلي، وغير متواجد تماما عند لعيبة نادي بيراميدز. لعيبة نادي بيراميدز بيلعبوا النهاردة فوق الهدوء. أنا بقى مش هتطرق، يعني أنا الحقيقة ستاف كويس في نادي بيراميدز، لعيبة كويسة، إدارة فنية كويسة، إدارة محترمة، كل ده تمام. أنا مش هروح بقى إيه أصل الناس وده المدير الفني وده يدير وده المدير. لا كلهم أسامي كويسة جدا، كلهم أسامي كويسة وجايبين صفقات كبيرة. إما تقعد تبص على اللعيبة في الملعب صفقات كبيرة، ولكن مفيش أي حافز. يعني النهاردة اوعى حد النهاردة يقول لي ان يروح لتكيت جونياس، ولا يروح لممدوح عيد، ولا يروح لهاني سعيد، ولا يروح لفتح الله. اوعى حد النهاردة يقول كده. النهاردة القصة اللعيبة دي اللي بتاخد فلوس وبتلعب في بيراميدز ما عندهاش دافع، ما عندهاش حافز، مش ما تقدرش تكسب النادي الاهلي. القصة على فكرة مش في الراجل ده، بغض النظر عن تصريحاته بقى، قال لعبنا كويس، كان عندنا فرص كويسة، شكرت لعيبتي. انا مستغرب، بس هو ده الفرق. سامي قمصان لو خسر مش هيشكر لعيبته، هو ده فرق الدافع، ان الراجل خسران 2-1 وطالع من بطولة الكاس بيشكر لعيبته. انت معاك اسامي لازم تكسب بيها على الاقل بطولة الكاس على الاقل، ولكن انت بتلعب النادي الاهلي اللي عنده الدافع وعنده الحافز، لعيبته محجرة في الارض، لعيبته مش هتخرج غير بالمباراة، ناخد جون ونقفل، ناخد التاني زي ما انتوا عايزين. لا، النادي الاهلي النهارده خلاصه الكلمه، النادي الاهلي معاه سر الخلطه، عشان ما ندورش. الدافع هو سر الخلطه، الحافز هو سر الخلطه. يعني الجمله دي ما كنتش بفهمها قوي، يعني ايه انت وراك جمهور مدور لك المكنه، ويعني انت على الهادي على اداره بيراميدز ان تبحث عن دافع للاعبين؟ اللاعبين دول عندهم استقرار، عندهم ارقام كويسه، لا يمكن يكون هو ده الاداء. ومحدش يقول ان في اجهاد، يعني محدش يقول لعيبه بيراميدز في اجهاد، فيهم لعيبه كتيره مش في المنتخب، لعيبه كتيره ما عندهاش ضغط، ما عندهاش حاجه، لا يمكن هو ده الاداء. اداء الحقيقه هادي جدا، مفيش دافع خالص، مفيش عزيمه خالص ان انت تكسب، حتى الفريق اللي قدامك لو مش في افضل حالاته، ولكن
يظل الأهلي هو الأهلي، الأهلي بمن حضر مفيش كلام، الأهلي بمن حضر مفيش كلام. بص الروح، محمد شريف نزل من بره بيجري على حسام حسن، محمد شريف نزل من بره بيجري على حسام حسن. في الأهلي مفيش لعيب يخرج يجر رجله، في الأهلي مفيش لعيب يخرج ومستني التاني يخسر، في الأهلي الاحتياطي مش عايز يخسر عشان يلعب. لا لا، دروسه كتير وأفراحه كتير، ما بتكلمش فنيات وما بتكلمش كورة وما بنتقدش حد، بس ده الوضع الحقيقة، دي الحقيقة. تعالوا بقى، تعالوا هنا بقى في اللقطة دي، دي لقطة رمضان صبحي. بصوا يا جماعة، رمضان صبحي لعيب كبير جدا الحقيقة، يعني رمضان صبحي لعيب كبير جدا وعنده إمكانيات كبيرة جدا جدا، ولكن رمضان صبحي بعيد تماما عن إمكانياته. محدش يطلع يقول لي بقى بالأرقام، أصل بالإحصائيات، أصل الأمور. وفي لقطات، في لقطات استهلاكية. يعني إيه استهلاكية؟ يعني أنا ما أشوفكش 90 دقيقة، يعني أنا مش لاقيك 90 دقيقة، مش لاقيك 90 دقيقة، مش لاقي دي 90 دقيقة، وبعدين أجي في ضربة جزاء أخدها أشوطها أجيب هدف، عارف إن الحكم هيصفر قبل ما أنا أرجع، أجري أجيب الكورة وأرجع. أنا عايز أرجع المباراة، طب ما أنا عندي 90 دقيقة ما رجعتش ليه؟ طب ما أنا عندي 90 دقيقة أنا ما رجعتش ليه؟ يعني أنا اللقطة دي بصدرها لمين؟ بعمل بيها حقك فريقك تكسب وتجتهد وتعمل اللي عليك، بس لو ده موجود طول الماتش، اما اللعيب بيبقى خارج مستواه يبتدي يلعب باللقطات، ودي مش فنيات، دي ملهاش علاقه بفنيات. لو شفت بقى ارقام، وانا قلت لكم النادي الاهلي النهارده مش في افضل حالاته، ولكن عزيمه الاهلي واسم الاهلي وروح الاهلي هو ده الموضوع. لكن لعيبه بيراميدز امكانيات كبيره جدا، ولكن انا حاسس انها تقسيمه، كل واحد بيلعب على لقطته. ما شفتش حاجه في الملعب، ما شفتش جمله. النهارده اللي اتحرك، النهارده اللي اتحكم بشكل كبير جدا في نتيجة اللقاء حارسي المرمى الشناوي وشريف إكرامي الخارجين تماما تماما عن الخدمة تماما. يعني شريف إكرامي النهاردة الحقيقة خارج عن الخدمة تماما، أنا ما شفتش النهاردة لقطات. يعني الهدف الأول هدف غريب وعجيب، قرار انك تخرج وترجع، تخرج وترجع، واقف غلط. يعني عادة بستنى الكابتن احمد ناجي عشان يدي رأيه، ولكن قبل ما يجي الكابتن احمد ناجي انا هدي رأيي. يعني مشهد الفوت وورك طلع غلط، نطت من حتة غلط، عامل كل حاجة النهاردة، عامل كل حاجة النهاردة غلط، او عامل كل حاجة لا، امكانياتك الاداء بتاعك افضل من كده النهاردة. شريف اكرامي مش في حالته. الهدف الثاني البوزيشن اللي فيه مش في حالته. محمد الشناوي سيبكوا بقى من لقطه الهدف، لان لقطه الهدف في اخطاء تعدي وفي اخطاء ما تعديش. خطا النهارده بتاع محمد الشناوي ما يعديش، مش مساله انت مش مركز، انت بتبتدي تعمل حاجات في الكوره مش موجوده. يعني الكور اللي راجعه دي ده مانيوال، مانيوال بلم اطلع على بره، بطلع لو اتزنقت، ما اخدش كوره ابدا واضم بيها على جوه. وانا حارس مرمى ما اخدش كوره ابدا برجلي. بصوا الناس بتقول لك وليد سليمان رجعها، ده وليد سليمان رجعها من ساعه الا ربع، من ساعه الا ربع. يعني وليد سليمان ملوش اي علاقه بالموضوع ده يا جماعه خالص، من ساعه الا ربع رجعها، اخد الكوره. بصوا وليد سليمان، بصوا وليد سليمان مفيش حاجه خالص، انا مرجعها من ساعه وربع. بص ايه التوقيفه دي، ايه التوقيفه دي؟ يعني توقيفه انت 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 مش قادر توقف، مش مركز. دي بقى انا ما شفتهاش اصلا بتاع فتحي دي في العارضه. يعني انت شناوي بص ما فيش تراي اصلا، ما فيش تراي. دي لو جت كانت هتبقى كوره الموسم، يعني دي هتبقى هدف الموسم. لا، محمد الشناوي خارج نطاق الخدمه، محمد الشناوي حارس نطاق خارج نطاق الخدمه. وحال الشناوي النهارده هو حال شريف اكرامي، الاثنين النهارده يتحملوا جزء كبير جدا من النتيجه. كانت ممكن تبقى هنا تبقى هنا، ولكن الاثنين مش في حالتهم خالص. فاصل وارجع بعد الفاصل اكمل معاكم.
نرجع تاني ونتكلم بقى عن المدرسة المفضلة للتدريب في مصر. قلنا والناس اعترضت المدرسة البرتغالية، واتكلمنا كتير عن القصة دي، وقلنا كيراج فيريرا كتير كتير. ده الحنفية فتحت من البرتغال يا رجالة، خلاص الحنفية فتحت. المدير الفني للنادي الأهلي سواريز برتغالي، باولو سوزا المدير الفني يعني الأقرب لمنتخبنا الوطني برتغالي، فيريرا برتغالي، فاركو برتغالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأقرب المدرسة البرتغالي، والمدير الفني للاتحاد الكرة المصري الأقرب برتغالي. طيب واحد يقول لي ظاهرة صحية ولا لا؟ أقول له صحية. يعني إيه؟ يعني توحيد المدرسة ده شيء جيد حتى لو جه بمحض الصدفة، وأنا هعتبر نفسي إن ده متخطط له. في اتحاد الكورة، في اتحاد الكورة حازم إمام صرح لي وقال لي إن هو هتبقى مدرسة واحدة، ما قاليش أسامي ولا قال لي مدرسة برتغالية ولا قال لي، أفضل إن الأول والأولمبي والاتحاد كلها تكون مدرسة واحدة. فده دي وجهة نظر جيدة، دي وجهة نظر جيدة إن كمان يكون في أكتر مدرسة في الدوري الممتاز، إن يكون في أكتر مدرسة في الدوري الممتاز، ده هيوحد مية اللعب، فدي حاجة ما نعترضش عليها، حاجة جيدة. طيب بعض الناس يقول لك إيه يا عم ده؟ إيه يعني مش فاهم أنا؟ إيه سواريز ده؟ فين السي في بتاعه؟ فين السي في بتاعه بهنساوي؟ فين السي في بتاعه؟ ناس تقول لك يا عم البطولات، السي في إيه؟ لأ ضعيف قوي. عايز أقول لكم حاجة بقى بس كده، ايه اما يرجع لي بهنساوي اقولها لكم. ريكاردو اهو، ريكاردو سواريز ده المدير الفني للنادي الاهلي. بصوا بقى، الدنيا علمتني، الدنيا علمتني، والخبره علمتني. علمتني ايه؟ الكلمه اللي بقولها على طول على طول، لست مع ولست ضد اداره الاهلي، ولا هقول لهم الراجل ده قوي قوي ده مفاجأة عظيمة، ولا هقول لهم الراجل ده لا يصلح. الراجل ده قوي بالنسبة لوجهة نظرهم والمشروع اللي هم عايزينه، هم اللي رهنوا على مشروعهم وهم اللي هيتحملوا النتيجة. في اختياراتهم، في اختياراتهم لابد من الدعم لأي إدارة في اختياراتها. أتمنى لهم التوفيق، مش حضراتكم اخترتوا ده وشايفين إن ده مشروع ليكم، خلاص. هنا مفيش اعتراض ولا انتقاد ولا تأييد. وجهة نظر الدنيا علمتني كده، يعني في فايلر قعدنا قلنا وطلعنا ونزلنا واتكلمنا والناس كلها بتقول لك ولا يوم من ايامه، دي المدرسة الأفضل، كان شاب وكان سي في ضعيف في المدربين، خلاص الدنيا علمتني إن مفيش انتقاد ولا في تأييد، ننتظر لنرى، في وقت تطلب فيه أكلك وفي وقت تقول فيه رأيك وفي وقت تدفع الحساب. الآن النادي الأهلي بيحضر الوجبة. النادي الأهلي بيطلب أكله، النادي الأهلي بيحضر حاجته. نحن في المساندة بالتوفيق لي بغض النظر هو أو غيره، زي ما هيعلن النادي الأهلي إحنا داعمين لي وفي ظهرك. الراجل دغدغ الدنيا هنقول دغدغ الدنيا، الراجل ما طلعش مشروع هنقول ما طلعش مشروع. فما فيش حاجة أطلع دلوقتي إن أنا لا أيدك ولا أنتقدك. أنت دلوقتي بتراهن على مدرسة وبتختار وبتعدل ورقك، ننتظر لنرى. ده عنوان لكل الاعلام عشان الناس بس تبقى بنتكلم بمنطق. ننتظر لنرى، حازم امام اختار في الاداره الفنيه لاتحاد الكوره، ننتظر لنرى. رهان هو اللي هيكسبه هو اللي هيخسره. مفيش حاجه اسمها انتقاد مدرب. قلنا فايلر، ايه يا عم فايلر؟ قلنا موسيماني، ازاي موسيماني مدرب افريقي يجي نادي الاهلي؟ ارقام وبطولات. فايلر اداء رائع. ماني وجوزيه، بس ماني وجوزيه ما نقارنش السي في، حتى على فكره ماني وجوزيه لما جه الاهلي ما كانش سي في قوي، ما كانش سي في قوي، بس اوعى تقارن مدرب بمدرب. يعني اوعى تقول ايه مثلا ماني وجوزيه بموسيماني باللي موجود دلوقتي. عشان تقارن مدرب بمدرب لازم تقارن بكل الظروف، بالقماشه. ماني وجوزيه كان معاه اوبن بوفيه، الله عليك، بقول شعر النهارده. ماني وجوزيه كان معاه اوبن بوفيه، يعني اداره الاهلي كانت بتقول له عايز مين؟ عايز ايه؟ لحمه تلاقي، فراخ تلاقي، سلطات تلاقي، سمك تلاقي، جنب زي ما انت عايز. هات كل اللعيبه اللي في مصر، شويه معاك وشويه على الخط، مفيش مشكله. لكن النهارده لا، اللي جاي النهارده الاهلي عنده منافسين،
مباراة الزمالك صعبة، الزمالك جاهز، بيراميدز جاهز، فيوتشر جاهز، سيراميكا داخل، البنك الأهلي بيحضر، فاركو بيستعد. لا، في فرق النهاردة إمكانيات غير الفرق الجماهيرية، فده زمن وده زمن. مفيش حاجة اسمها إن أنا حلم كل اللعيبة، أنا بدفع وغيري بيدفع، أنا معايا وغيري معاه، أنا عندي إمكانيات وغيره عنده إمكانيات. الفرق بيننا الجماهيرية. الفرق بين الأهلي والزمالك وأندية كتيرة في الدوري الممتاز هي الجماهيرية. فده وقته وده وقته، وكل وقته ليه أدان عشان نقارن بطريقة مظبوطة. بالتوفيق للنادي الأهلي في الاسم اللي هو اختاره، سواء سواريز سواء غيره، داعمين ليه حتى التجربة. لم أيدين من البداية، يعني هنطلع نقول ضربة معلم عالمية اختيار وخالص. حضراتكم بتختاروا، احنا مساندينكم في ظهركم، قدم عرض رائع يبقى المشروع نجح. ما قدمش العرض المطلوب يبقى مش هو ده صاحب المشروع. بس هو ده اللي الدنيا علمته لي في اختيارات اي مدير فني. ارجع لكم بعد الفصل. نرجع تاني ونتكلم على الحالات التحكيمية مع خبيرنا التحكيمي كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد مساء الخير. كابتن جهاد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله، فضل ونعم الحمد لله. نبتدي الحالات كده. يعني النهارده بنتكلم على طقم تحكيم تاني النهارده في الموسم ده في مصر. ما كانش افضل حال من طقم تحكيم الاسباني اللي فات. تحكيم الاسباني اللي فات عمل ماتش كويس اهلي وزمالك، لكن النهارده الحكم احنا يعني النهارده كان غير مرضي في اداء التحكيم النهارده. هنتكلم على عمل لقطتين يا كابتن سيف. اللقطه الاولانيه في الدقيقه 66 لعبه ملعوبه، هجمه للنادي بيراميدز، الكره ملعوبه بالعرض، ولعب المهاجم المعيار عندنا مين اللي لعب الكره؟ المهاجم لعب الكره تماما وقفز على الخصم من محمد هاني، وركله جزاء صحيحه لم تحتسب لنادي بيراميدز، وللاسف الفار اللي موجود المجري اللي موجود ما تدخلش وما اعطوش المعلومه، وبالتالي ركله جزاء لم تحتسب لنادي بيراميدز. اذا بيراميدز ليه ضربه جزاء؟ لم تحتسب. تمام. الثانيه اللعبه الثانيه وبرده مهمه في المباراه، في الدقيقه 94 ركله جزاء تم احتسابها لنادي بيراميدز، نفس المعيار بتاع عدم احتسابك ركله جزاء لعيسى، اسمه لاعب بيراميدز ابراهيم عيسى. اللعبة كان فيها تلاحم او التحام غير كافي، نوت انف لاحتساب ركله جزاء، نفس القصه بتاع عبد الله السعيد، اللعبه برضه ما فيش فيها اي ركله جزاء، وبالتالي احتسب ركله جزاء غير صحيحه لنادي بيراميدز في الدقيقه 94. في لقطه ما فيش فيها اي تلامس، سواء ما فيش دفع، ما فيش ماسك، ما فيش اي تلامس بالرجل، وبالتالي ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها، وللاسف برضه الفار المجري اللي موجود معاه ما تدخلش في الغاء ركله جزاء الغير صحيحه لنادي بيراميدز. النهارده يا كابتن سيف التحكيم النهارده مش مقنع في المباراه. سيبك بقى من ركلتين الجزاء اللي بنتكلم عليهم او اللقطتين دولت، هو طول الوقت ما تحسش ان في حكم مقنع في ارض الملعب. يمكن الكلام الحكم ده موقوف فتره كبيره في بلده في رومانيا، وهو راح كاس عالم، هو مكان الحكم الروماني اللي كان موجود لحدوث ازمه قلبيه ليه من اربع شهور فاتوا، فالراجل دخل مكانه بالطقم بتاعه راح كاس عالم، لكن مش هو الحكم رقم واحد في رومانيا. الحكم رقم واحد في رومانيا هاتي جندا الروماني، هو اللي تم استبعاده من كاس العالم نتيجه وعكه صحيه يعني. فهو مش افضل حاجه، ولكن النهارده ما كانش موفق، بعكس الحكم الصغير الاسباني اللي جه بدون خبرات، عمل مباراه محترمه جدا في اهلي وزمالك. تديله كم من 10؟ النهارده لا يعني ما يعديش 6.5 من 10. 6.5. طيب الحاله الاولى مع اسلام عيسى، مش ابراهيم عيسى كابتن؟ معلش انا اسف، انا اسف جدا، اسلام عيسى بندم. ماشي كابتن، مع اسلام عيسى اللقطه دي يعني نفس اللقطه مع اسلام عيسى هي نفسها مع يعني الراجل فوت واحده وادى واحده. لا هو نجح في الاولانيه، نجح خد الكره الصح. في الثانيه كان لازم ياخد الكره الصح برضه. لا انت الاولانيه قلت لي ضربه جزاء. لا اسلام، مع اسلام عيسى مش ركله جزاء، انا بقول لك نجح ان هو لا بتكلم على لقطه ثانيه خالص ركله جزاء يا كابتن سيف. انت كلمت لي على محمد هاني انها ضربه جزاء. ايوه دي ركله جزاء، لكن بتكلم ان هو نجح في لقطه اسلام عيسى. اسلام عيسى ما لمسوش صح. ومفيش فيها مفيش حركه جزاء. ما انا بقول لك، انا بقول لك فوت واحده وادى واحده. لا ما هو الاثنين ما تحسبوش يعني، ما ينفعش كده يعني، لو جبت ركلتين جزاء احسبهم، ما جوش ركلتين جزاء ما تحسبهمش. صح. لكن ركله جزاء الصحيحه اللي كانت موجوده ما حسبهاش. تمام. اللي هي بتاع محمد هاني. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا.
شكرا كابتن جهاد جريشه، وده رايه في التحكيم النهارده. فاصل وارجع لكم بعد الفاصل. دايما في التحكيم وفي حراسه المرمى ما بديش رايي، ولكن النهارده تبرعت كده بدري وقلت ان شريف اكرامي ومحمد الشناوي الاثنين خارج نطاق الخدمه، ولكن هيتفق معايا كابتن احمد ناجي ولا لا؟ هنشوف. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا سيف. ازاي حضرتك؟ وحشني جدا. ربنا يخليك كابتن. داخل حزيني ليه يا كابتن؟ لا مش داخل حزيني، بس هو انت في كلامك قلت ان اللعيبه مرهقه جدا وتعبانه جدا. صح صح. والحارس ده لاعب برضه، خلي بالك يعني مش صح. ما هو لاعب صح. فانا عايز اقول ان طبعا التعامل مع اللاعب المصري في الثلاث سنين اللي فاتوا او الاربع سنين اللي فاتوا ده تعامل غير ادمي بالمره. صح. ولكن يعني عايزين بقى ما نفصلش الحارس عن اللاعب. اكيد اكيد يا كابتن، اكيد اكيد. بس انا في حراسه المرمى كابتن بخش في الثوابت. هقول لك ان العلاقه بين اتخاذ القرار وتنفيذه بترتبط بالجهاز العصبي والعضلي. صح. وكل ما بقى فيه تعب بيبقى العلاقه دي فيها ديستورشن، يعني شوشره. صح. فطبيعي جدا ان نسبه الاخطاء تزيد. لكن ده ما يقللش من امكانيات الحراس اللي انت بتتكلم عليهم. يعني ما هو كابتن برضو انا بقارن بامكانياتهم، يعني انا بحكم على الحارس من امكانياته. انا معاك والله. انا قلت ايه في الاول؟ ان الاجهاد والارهاق على الكل. صح صح. اذا كان في ضغوطات خارج كمان ما هياش فنيه او اي اشياء اخرى، فبتزيد الضغوطات دي. صح. والعلاقه بين اتخاذ القرار وتنفيذه بيحصل فيها شوشره. النهارده يا كابتن يعني لو جالك مثلا في المباراه 10 15 قرار هتاخد فيهم، يعني محتاج تنفذ نسبه كبيره منهم جدا يعني كويسه. فهيبقى في خلل في بعض القرارات. محمد الشناوي يا كابتن وشريف اكرامي النهارده في حالتهم؟ لا طبعا، يعني ما انا بقول لك ما في اسباب، في اسباب، لكن مش عايزين نقلل او نحط عليهم لدرجه ان احنا نبتدي نخليهم يتوتروا. كابتن بس انا كابتن، لا بس انا هنا مختلف مع حضرتك. احنا كابتن في اسامي حراس احنا طلعنا بيهم السما في اوقات، فلازم لو لا لازم لو في اخطاء نقف قدام الناس. احنا ما قلنا انا قصدي ما قلناش ما فيش اخطاء. لا انا قصدي يا كابتن احنا مش هنتحامل على حد. لا احنا لا احنا والحارس مكسر الدنيا بنقول مكسر الدنيا، والحارس مش في يومه او مش في حالته وقرار خاطئ بنقول قرار خاطئ. ما هي الاسباب اللي انت قلتها بالنسبه للعيبه هي بالنسبه للحراس برضو. صح. هم يعني مجاهدين، ففي يعني فرصه الاخطاء بتبقى يعني اكتر من المراحل اللي قبل كده اللي هم كانوا فيها لسه فريش ولسه. طيب الاهداف يا كابتن النهارده بتاعت بيراميدز يتحملها شريف؟ ايوه طبعا، ما في تمركز خاطئ في الاولانيه وفي تعامل خاطئ بعد الكره ما اتلعبت. والكره الثانيه طبعا التعامل بالقدم في المسافه دي والزمن ده طبعا لا مش لكن عنده فرصه ان هو يقطع على الكوره ويحط ايده. فهو طبعا تكنيك الاداء كان خاطئ والكره راحت وهي مش قويه القوه اللي انا عايز استخدم فيها القدم، استخدم القدم لما يكون الزمن ما يسمحليش ان انا استخدم. صح. الايد. محمد الشناوي كابتن عنده النهارده ثلاثه، الثلاثه اغرب من بعض، الهدف واحده قبلها اخذ الكره برضو بعيد قوي، وكره احمد فتحي اللي في العرض. كلهم مرتبطين بالتقدير. تقدير يعني القرار اللي هياخده. الكرة هو مقدرها بره وهي مش بره، فده يديك انطباع انه في ايه؟ انه في خلل ما بين الجهاز العصبي والعضلي، انه هو مش مقدر ان الكرة دي لسه في الملعب، فهو رفع ايده والكرة بتيجي في العارضة. صح. طبعا التعامل بتاع الكرة اللي راجعه له ده، خلي بالك الماتش اللي فات برضو يعني تسليم الكرة في مكان كان في اللعيب يعني مضغوط عليه. صح. هو سهل اللعيب عمل باص بعد كده، لكن هو عمل باص تحت ضغط استلام كوره مش في مكانها ومش في ميعادها. عايز اخد راي حضرتك هنا في حاجه ثانيه يا كابتن، ما يخص حارس المرمى في حاله الاجهاد، في حاله اللعيب ممكن يريح، حارس المرمى المجهد
اللي واصل لحالة كده، هل ممكن تريحه أفضل ليه ولا يفضل استمراره؟ لا أنت بتتكلم دلوقتي في حالة يعني لازم في وقت تقف جنب الحارس، لازم تقف جنبه، لأن أنت لو ما أنت يعني كلامك، أنت كلام حضرتك كابتن إن في حالة إجهاد، يعني أنا تعبان دلوقتي. لا ما إحنا بنقول إيه؟ ممكن بقى يبقى التعامل في خلال الأسبوع. يعني الحمل وتوزيعة الحمل والتدريب النفسي يبقى في اتجاه تاني. يعني حضرتك ما يخص اكمل معاه بس اشتغل مع نفسي، اشتغل معاه في الحمل اذا كان محتاج الحمل ينزل، او توزيعة الحمل تبقى مختلفة، او الرسم البياني بتاع الحمل يبقى مش الطبيعي اللي هو مثلا بتعمل مثلا اذا كان الماتش مباراة الاسبوع الاسبوع بتعمل واحدة فيها قوة وواحدة فيها سرعة وواحدة فيها تحمل وواحدة جيمس وخليه يكمل اقف معاه. طبعا طبعا، لانه انت يعني انت عندك حراس كويسين، مصطفى طالع كويس وعمل مباريات كويسة. صح. لكن هل انت والناحية التانية الشناوي؟ لا يعني انت يعني ممكن تخسر الاثنين. لازم، وده حارس بحجم الشناوي لازم يعني توقف جنبه بشكل جيد جدا جدا جدا. صح يا كابتن. وانا مش عايز ان انت هو برضو يعني في المباريات يعني في نفس المباراه بيعمل حاجات كويسه وعنده اخطاء، اكيد ما هوش يعني ايه وقع على وشه خالص. اكيد يعني لا اكيد لا، يعني في المباراه بتاعت الزمالك اخر ثانيه في المباراه شايل واحده حافظت على النتيجه. صح. فاللي انا عايز اقوله ان هم الحراس لعيبه، والتعامل مع كل لعيبه مصر في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا يعني شيء غير آدمي. صح، غير ادمي بالمره. صح. وبرضه هيبقى في مشكله السنه الجايه، لان انت هتخلص 30/8 وفي ناس هتلعب الكاس الجديد والكاس القديم والقصه اللي انت عارفها دي. صح. هيكملوا لحد نص 9 وهتبدا في اول اسبوع من 10. لا لا، كلام حضرتك مليون في المية صح، لازم يا كابتن يكون في حل. بشكرك كابتن احمد. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي، واتفقنا ان يعني كابتن احمد انا المره دي اخدت الريسك وقلت له ان الحارسين مش في مستواهم، وقال لي الحارسين مش مستواهم، الشناوي يتحمل الهدف وشريف اكرامي يتحمل الهدفين. فاصل وارجع لكم بعد الفاصل. نرجع بقى تاني لاخبار نادي الزمالك. الزمالك زي ما قلت لكم بن شرقي 50-50، والزمالك في الجيم حتى الان، الزمالك في جيم بن شرقي حتى الان، اتنين حراس مرمى في الطريق، اتنين حراس مرمى للطريق في الزمالك. الزمالك بيرفض التجديد لسيسي، سيسي هيرحل رسميا عن الزمالك، وكمان في خماسي بيبعد عن مباراة القادمة أمام سيراميكا. أحمد فتوح، المسلوسي، محمود علاء، حازم إمام، ومحمد عبد الشافي، الخماسي مش هيكونوا موجودين المباراة القادمة. مباراة صعبة لنادي زمالك أمام سيراميكا، ولكن ننتظر، وبالتوفيق للزمالك وسيراميكا المباراة القادمة. فاصل وارجع لكم بعد الفاصل. في كده أسامي دايما يعني بتقعد في قلب الناس أو في قلب الجمهور. يعني أون تايم سبورتس دي قناة، أو أون تايم أو أون سبورتس دي قناة من زمان قوي الناس حبتها، دخلت قلب الناس. برزنتيشن دايما مع الناس في أفراحها، اسم شركات كده كل الناس برزنتيشن في أي إيفنت أو لكأس عالم هنا في تنظيم شركات الناس بتحبها. تذكرتي شركة اسم كان ليها سبب في رجوع الجمهور، وهندلت الامور بشكل الناس حبتها، ودايما قريبه، ودايما عايزه توفر كل حاجه للناس، والاجراءات دايما تبقى سهله، وعايزه دايما الافضل. شركه تذكرتي انها تختار مؤمن زكريا ان هو يكون من ضمن الكرو او من ضمن الطاقم بتاعها كمستشار رياضي. انا بشوف ان ده قرار عظيم جدا جدا جدا، وقرار كبير جدا، يعني يورينا حجم اختيارات الشركة دي عاملة ازاي، يحبب الناس في الشركة اكتر واكتر واكتر. وده قرار ليه معايير كتيرة جدا جدا جدا، وانا متأكد ان ده تمن الاختيار ده او تمن القرار ده
هو حب كبير جدا من جمهور مصر في الكورة، ما بقولش ولا جمهور أهلي ولا زمالك، من جمهور مصر في الكورة لشركة تذكرتي، وتستاهل عليه كل التحية وكل الإشادة. أنا بحب القرارات دي قوي، بحب الرؤية دي قوي، وبحب الثقافات دي قوي. بالتوفيق لمؤمن إن شاء الله بإذن الله يكسر الدنيا مع تذكرتي، وبالتوفيق لتذكرتي نجاح أفضل كمان وكمان وكمان. أهو ده النهاردة أول يوم لمؤمن، واعتقد ان هو قرار كبير وقرار عظيم جدا جدا، وكل التوفيق ان شاء الله للتيم بتاع تذكرتي، ومن ضمنهم مؤمن زكريا، ويا رب كده يطمنا عليه ويكسر الدنيا مع تذكرتي زي ما كسر الدنيا في الملعب. نروح لدورة ألعاب البحر المتوسط مع زميلنا أحمد الأحمر من وهران، المرافق للبعثة، الناقد الرياضي، ونشوف الأخبار عنده. أحمد ألف مبروك، 5 ميداليات النهاردة. الله يبارك في حضرتك كابتن سيف، ومبروك لكل الجماهير المصريه والشعب المصري وكل الرياضيين. 5 ميداليات، كنا طمعانين ان هي تبقى في ذهب النهارده، لكن كانت 5 ميداليات، منهم 3 فضه و2 برونز في الكاراتيه. بدايه قويه لبعثه مصر النهارده، كان اول يوم لمشاركات البعثه المصريه في دوره العاب البحر المتوسط. ان شاء الله من بكره يكون في نتائج افضل، وخصوصا احنا عندنا فرص ومنافسات في تنس الطاوله، ولسه من ساعه تقريبا القرعه كانت منافسات الدور المجموعات انتهت على مستوى الفرق للرجال والسيدات في تنس الطاوله. القرعه جنبت السيدات اللعب في دور الثمانيه، ومنتخب السيدات لتنس الطاوله تاهل مباشره للدور قبل النهائي، لكن منتخب الرجال هيلعب مباراه بكره في دور الثمانيه لتنس الطاوله. عندنا فريال اشرف بكره ان شاء الله عندها مباراه في وزن 68 كيلو في الكاراتيه. فريال طبعا كابتن سيف حضرتك عارف ان هي بطله اولمبياد طوكيو، وده بيزود من الضغوط على فريال اللي هي شايله ميداليه اولمبيه، فالمنافسه معاها بتكون اصعب واقوى. عندنا برضو منافسات، عندنا عبد اللطيف منيع في المصارعه الرومانيه وزن 130 كيلو جرام، هيكون بكره عنده النهائي بعد ما نجح النهارده ان هو يتاهل قبل النهائي. وعندنا في بعض اللاعبين منتظرين مباريات الدور قبل النهائي هيلعبوها ايضا في المصارعه بكره، هيثم محمود وعبد الرحمن عمر وعماد ابو العطا ونور الدين حسن، دول هيلعبوا بكره مباريات الدور قبل النهائي، ونتمنى ان شاء الله ان هم يقدروا يتاهلوا للنهائي، ويبقى عندنا فرصه ومنافسه على عدد من الميداليات اكثر. عندنا منتخب الكره الطائره رجال عنده مباراه مهمه امام المنتخب المقدوني، دي هتكون في الساعه 9 صباحا بتوقيت الجزائر، العاشره بتوقيت القاهره. لازم منتخب الطائره يفوز عشان يقدر يتاهل للدور الثاني بعد ما خسر اول مباراه النهارده امام المنتخب الايطالي الكبير اللي بيضم مجموعه من اللعيبه الكبار، وعنده اقوى دوري في العالم الدوري الايطالي الكره الطائره. منتخب السيدات هيلعب بعديها امام منتخب ايطاليا بعد ما فاز النهارده على منتخب مقدونيا في اول مباراه ب3 أشواط مقابل شوط. منتخب كره اليد النهارده ان شاء الله هيلعب برضه كابتن سيف اولى مباراته امام منتخب ايطاليا، وكان حصل تعديل في جدول المباراه، كان المفروض المنتخب يلعب الساعه 12 الظهر، اتعدلت المباراه بقت الساعه 4 بسبب ان الاجتماع الفني كان المفروض ان هو يعقد النهارده، لكن مندوب الاتحاد الدولي اتاخر وصوله، فهيوصل بكره الصبح وهيعملوا الاجتماع الفني الساعه 9 صباحا، وبالتالي اجلوا مواعيد المباريات، اخروها بس بقى عشان الاجتماع الفني والتعليمات الجديده الخاصه بالاتحاد الدولي لكره اليد اللي هيطبقها في دوره العاب البحر المتوسط. عندنا بكره في الجمباز هيكون في فريق الرجال عندها مباريات، فريق الشراع عنده التصفيات هيبداها بكره. يعني في عدد من الاحداث كتيره جدا بكره كابتن سيف، نتمنى ان شاء الله ان بعثه مصر تكون على قدر الحدث. اون تايم سبورتس بتذيع المنافسات دوره العاب البحر الابيض المتوسط، وشفنا النهارده كابتن سيف الجمهور الجزائري بيعمل حاجه جديده خالص عمرنا ما شفناها في حياتنا، في منافسات الكاراتيه موجود جمهور كبير جدا، تشجيع كما ترى في كرة القدم، حتى كان موجود المهندس هشام حاطب رئيس اللجنة الأولمبية بيحضر بيشجع الفرق المصرية، قاعد في وسط الجماهير الجزائرية، استقبال جميل جدا إن المصريين قاعدين رافعين أعلام مصر وسط الجمهور الجزائري الكبير اللي كان موجود وبيشجع بحماس شديد جدا، ما بنشوفوش إلا في ماتشات كرة القدم، لكن الجماهير المصرية قاعدة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قاعد في وسط الجماهير الجزائرية، تعاون وتام ما بين الجزائريين واشقاء واخوه، وتسهيل وتذليل لكل العقبات لمصر، وفعلا البعثه المصريه تعامل معامله ان هي موجوده في بلدها مش موجودين في بلد ثانيه،
انا بشكر الشعب الجزائري واللجنه المنظمه على اللي احنا بنلاقيه والحفاوه اللي موجوده هنا، وان شاء الله تكون دوره ناجحه للجزائر بعد سنين وسنوات من عدم استضافه البطولات، دوره كبيره جدا بيشارك فيها اكبر الدول موجوده في اوروبا، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، البرتغال موجود، صربيا، اليونان، كلها دول كبيره جدا وعندها لعيبه قويه جدا ومنافسه شديده. ان شاء الله إن شاء نقدر الله. نكون موجودين في دائره المنافسه باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا. مبروك ليك، مبروك مهندس هشام حطب والبعثه بالكامل. بشكرك زميلنا احمد الاحمر من وهران، ونتائج البعثه النهارده رائعه، وننتظر ان شاء الله باذن الله كل يوم ميداليات. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره على الف خير.